بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا متابعيني، يا رب تكونوا كويسين بصحة جيدة. معكم من صفاء قناة يوتيوب. اللي بيسمعنا لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس علشان توصلوا كل محتوى القناة من موضوعات تعبير، واعملوا لنا اللايك لو عجبكم الفيديو. ما تبخلوش علينا واللايك طالما انت بتستفاد او بتأخذ التعبير او بتأخذ جزء من التعبير. اعمل اللايك، مش هيكمل معاك ثانية ومش بيفرق معاك، بس بيفرق معانا احنا، بيدعمنا وبيسندنا وبيرفع الفيديو وبيخلي الناس كلها تشوف الفيديو. حابة برضو اللي بيسمعنا لأول مرة ان هو يشترك في قناتي الثانية اسمها يوتيوب معرفة، يعني اشتركوا في قناة يوتيوب، قناة يوتيوب معرفة، عشان توصل لكم كل محتوى القناتين من موضوعات تعبير وباقي محتوى القناة. تعبير النهاردة عن صلة الرحم. في حد كتب لي في التعليقات ان هو عاوز موضوع تعبير عن صلة الرحم، مقدمة وعرض وخاتمة. عملت له مقدمة وعملت له عرض وعملت له خاتمة، يا رب يعجبكم ويعجب اللي طلبوا مني. المقدمة اسيب بياض في الاول، اول ما نجي نكتب الموضوع التعبير اترك بياض بمسافة كلمة. صلة الرحم هي من عظيم ما جاء به الإسلام، لأنها وسيلة لربط العائلات وتوحيد المجتمع. كده المقدمة قصيرة، المقدمة تكون سطر، سطر ونص، سطرين، سطرين ونص، يعني ما بتكونش طويلة. أحط نقطة بعد ما أخلص المقدمة، ممكن تعرف الموضوع اللي بنتكلم عنه أو لمحة عن الموضوع، فأنا خليته لمحة عن الموضوع. أدخل على العرض، أسيب بياض مثل المقدمة بمختار كلمة. تعد صلة الرحم من الواجبات الاجتماعية ومن العلاقات التي لها أولوية قصوى، فهي علاقة واجبة حيث أمرنا الله عز وجل بها، لما لها من أهمية كبيرة. فهي تعمل على حفظ المودة والألفة بين أفراد العائلة، فإذا تم حفظ العائلة الواحدة تم حفظ المجتمع كله، ويصبح المجتمع متحابا ومتصالحا ومتعاونا. إن صلة الرحم من أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا قبل الآخرة، ولكي تكونوا واصلين لأرحامكم عليكم بالتقرب إليهم والإحسان إليهم والوقوف معهم في السراء والضراء وعيادة مريضهم وتفقد أحوالهم وعيادة مريضهم وتفقد أحوالهم والسؤال عليهم، وكذلك التصدق عليهم ومنحهم من أموال الزكاة إذا كانوا من المحتاجين. فالقريب أولى بالصدقات، وأحق بالإحسان. ولا ننسى استضافة الأقارب في البيوت ومعاملتهم معاملة حسنة، وإصلاح ذات بينهم وغير ذلك الكثير. ولقد حذرنا الإسلام من قطع الرحم وجعلها من الكبائر ومخالفة لأوامر الله وعقابها شديد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، فإياكم قطع الأرحام، لأنها معصية لله، وصاحبها قد ارتكب ذنبا عظيما. الخاتمة: أسيب بياض مثل المقدمة ومثل العرض بمقدار كلمة. صلة الرحم سمة من سمات المتقين الذين يخافون الله ويرجون رضوانه. فإذا
كنتم قاطعين لأرحامكم عليكم بإيصال الرحم حتى تنالوا الثواب والرضا من الله. خلصت كده، هحط نقطة. لو عايزين تستشهدوا تكملوا الاستشهاد، يعني أنا استشهدت فوق في حديث هنا شريف لا يدخل الجنة قاطع رحم، وحديث ثاني حديث ده، عايزين تكتبوا الحديثين تمام برضو تبع ما انتوا عاوزين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. تمام. يا رب الفيديو يعجبكم. التعبير ده لو حد عايز يعرف يعني بنمط ايه، التعبير ده بنمط تفسيري توجيهي، نمط تفسيري توجيهي. تمام. يعني التوجيه في مؤشرات النمط التوجيهي وبرضو مؤشرات النمط التفسيري. تمام. يا رب الفيديو يعجبكم. كانت معكم مصطفى قناة يوتيوب، أشكركم على حسن الاستماع. ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناتين يشترك في القناتين عشان توصل لكل محتوى القناتين من موضوعات تعبير وباقي محتوى القناة والوضعيات الإدماجية. أشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء مع موضوع تعبير آخر إن شاء الله. يلا مع السلامة، أشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. مع السلامة.